معناه أن يعتقد العبد أن الله جل جلاله واحد في أسمائه، واحد في صفاته، لا مثيل له ولا مثال ذلك يدل عليه إلا كما جاء في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، المقصود هنا عن النهي عن اتخاذ شريك مع الله سبحانه وتعالى في أسمائه وفي صفاته، ومعناه أن يعتقد العبد أن الله جل جلاله واحد في أسمائه، واحد في صفاته، لا مثيل له ولا مثال ذلك يدل عليه إلا كما جاء في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. هناك بعض الصفات ربما تكون أيضا، وإن كان المسمى ينطبق على الخالق والمخلوق، فمثلا نجد أن العزيز فللمخلوق أيضا له صفة من العزة، ما يناسب ذاته الحقيرة أي ذلك العبد الوضيع الفقير، يعني شيء خاص به. ولله العزة جميعا، ولكن كمال العزة هي الصفة ومنتهى ذلك لله سبحانه وتعالى، فنقول دائما: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.